لاعب ليفربول داروين نونيز يتلقى بطاقة حمراء بعد ضربه لمدافع كريستال بالاس في الدقيقة 56. الكل كان ينتظر الهدف الأول بملعب أنفيلد، ولكنه فاجأ الجميع بحدث آخر، وذلك لضربه لمدافع كريستال بالاس بدون كرة. اللاعب نونيز سيغيب عن 3 مباريات القادمة لليفربول في البريمير ليج، وذلك بعد تلقيه لبطاقة حمراء. لتنتهي المباراة بالتعادل، ليفربول يواصل تعثره ويتعادل أمام كريستال بالاس.